ماشي لاباس عليهم ماشي تبعو ما خصنا بحال هاد المشاكل هادو نحيدو دين امو طرحنا من هنا باش الشبورتي ديال المشاريع عندو لي في العروبيات وحنا تبقى تبعو من البلاد وشقى حنايا ما خصنا باش حيد عليا ما خصنا باش نصبرو باش احنا يا سيدي مضرورين من الماء ما كنشوفو كاع الماء من سيمانه لسيمانه كيجيو شي لقطات وكيقطعوها تما نيت ما صنا باش نصبرو واحد الله ما صنا باش نصبرو ما صنا باش نعومو ما صنا باش نغسلو حتى حالتنا حنا وحنا مقهورين وغالب الله شحال المده والماء مقطوع عندكم واه دايما مقطوع دابا ثلاث شهور تقريبا هو مقطوع واخا كيعطينا نهار في السيمانه وما كيقدناش واخا كتخلصوا شي فواتير على هذا الماء كنخلصو كيدورو كنخلصو كنخلصو كيقولو حنا ما عندنا باش نخلصو كنكملو لي خلصو سيري تشكيو عندنا بغا نشكيو والله يعني ما كاينش الماء وكتخلصو ايوا كنخلصو راه ما قال مع الخلصو هاد الناس هادو ما كيخدموش معنا قراوي ما كتخدمش معنا حقيقة كان مشيت ليه عيلة ما نشكي كنشكي القايد ونشكي للرئيس كيقول لك واخا كيكون شي كاين كنجيو هنا الناس كلهم كيموتو بالعطش إلا ما خلصتي تما كانا شهر شهرين كيخلصوا فابور ما كيجيوش الورقة ما كيراقبوش الما قلنا واخا أستاذ كتخلصوا الفواتير ياك كنخلصوا ولكن شوف كنخلصوا ما كيراقبوش شحال كاين تما يعني شي عشوائي شحال كيقول لك خلص إلا ما خلصتي غادي نحيدوك الما قلنا ماشي اللي كان هو هذا خاص يدخلوا الما هو الأول حنا ثلاث شهور أربع شهور كنبقاو شهرين كنبقاو علاش حنا كنديرو هادشي علاش كلهم كيشكيو ولكن ما كاين اللي كيشد الرئيس دابا غالقين اللي كيجي هنا الرئيس ما عمرش فينا كاع رئيس الجماعة كيجي غالقين اللي كيجي هنا ما الراس باش هنا كاع ما كيجيش عندنا كاع تماما واخا استاذ من غير المعاناة ديال الماء اللي كنعرفوا ان الماء واحد المسألة اللي هي مهمة في الحياة ديال الانسان من غير الماء شنو المعاناة اللي عندكم هنايا في المنطقة معاملة طريق ما كاينش هاتين زناقي يا وما قبلتك ما مصوبينش هاتي هاتي كل وانت انت انت هاد الطريق ما كاينش درتو فينا وما صوبوش لمن توجهوا الرسالة ديالكم الحاج ها الرسالة ديالكم لمن توجهوها توجهوا للرئيس الرئيس ديال الجماعة الرئيس ديالنا لا الرئيس هو بعدا اللي كنهضروا معاه هو الاول اللي مسؤول عليه على المنطقة انا هو اللي مسؤول على هادشي هذا ماشي القيد قد غا كيشوفنا كن هاتي كيشوفنا مسكين كنزيرو كيجي عندنا كطع علينا والرئيس ما بغاش يخدم معنا ما جاوا عاود جاوا علاش علاش فين هذا فين هذا الطرقانه فين ما فين هذا كل شيء كيهدموا عليه كامل الماء عند الناس ليه وكيعطونا الناس من تبوسلي فنتيه قال لهم واحد غادي نعطيكم الماء من الشعوب واحد وعطوه وعطوه قال لي غادي نعطيكم الماء الرئيس قدامي قال لي واخا دابا قال نعطيك الماء اللي غادي يقوم كل شيء دابا ما مشاش عنده خلونا كنموتوا من هنا حشومه طيلا حشومه بالله لا اله الا الله عيب لا اله الا الله تحضر معنا ما كاينش سمعتي الماء ما كاينش الناس كنمشيو نخلصوا كيجيو خلص الفاتوره غير هكاك الماء ما عمرنا شفناه الطريق ما كاينش كاين غير الغيوسات ما لقينا لا منين نخرجوا قبل ما ننتقلوا من الماء واش كيحسبوا لكم غير داكشي اللي استهلكتوا ولا حتى داك اللي كيجي الطريفه ما كاين غير 5000 اللي يديروا كيديروا يديروا فيها اللي بغاو كيديروا اللي بغاو ما خلصتيش كتزاد عليك كتمشي تخلص كتزاد 600 درهم ما كاينش اللي يدعى فيك وزايدون سعاده القيد باغي يخدم ولاني ما لقاش معامل هو اللي كيطلع لينا هنا المسؤوليه الاولى استاذ راه ديال الرئيس الجماعه الرئيس الجماعه ما عمرنا شفناه ما عمرو طلع لينا يقول لك شنو خاصكم هنا ما عمرو طلع لينا هنا سعادة القيد الله يجازيه بخير هو اللي كيطلع لينا دائما هو اللي هز هذه المسؤوليه هذه وما من تم لهي ما كاينش اللي توقف تتنعل المعاناه ديال المنطقه باش غنقول لك البلاد مهمشه لا خدمه لا ما لا والو ما تلقى حتى لومبيلونس الا كانت الشتاء ما كاينش شكون اللي غيخرجك من هنا ما كاينش اللي يخرجك الا ما خرجتش الكريسه من هنا ما كاينش اللي يخرجك الشباب هو الشباب ضائع ضايع ما كاين ماش غنقول لك ما كاين لا خدمه لا ردما انت كتشوف الحاله ما فيها ما يتشاف هاد الشيء كنطلبوا الله الله ياخذ الحق هادشي اللي كنطلبوا الله هما الناس غاديين غير اللور اللور واخا استاذ كنوعدوكم بشي طريق وعدونا بطريقه وعدات اللي وعدوكم وعدونا بطريقه نديروا لكم التوفنا بقى تخرجوا انت كتشوف انت الحاله ما فيها ما يتشاف انت
زنا قيمة فيهم الواد الحار دوزنا الروسنا، ما كاينش شي واحد قالوا غندوزوا لكم الواد الحار، حنا اللي دوزنا الروسنا، حنا اللي دوزنا بالفلوس ديالنا، يعني ما تكلفش والو، دوزوا غير الواد الكبير، القادوس الكبير هو اللي دوزوا. من تم اللي قال لك حنا غنجيبوا الضاس ندوزوا لكم الواد الحار البرونشمو كذا، ما دوزوا حتى حاجة، حنا اللي دوزنا داك الشيء الروسنا. مالكم خاص؟ صافي كتعياو الغدا لا هاد الشهر الجاي الشهر الاخر عينا، وفي الاخر مشينا دوزنا داكشي الروسنا هادشي اللي كاين. والله ياخذ الحق، كنطلبوا الله ياخذ الحق، وكنتوجه هاد الرساله لسيدنا الله ينصرو يطلع على المعازيز. المعازيز راه ما بقى فيها ما يدار، غاديه غير لور لور. هاد الطريق بداو فيها هي توقفات، ها هي الطريق الكبيره. شوف طلع على الجمعه، هاد الناس ما عندهمش الاحساس، ما عندهمش الاحساس، والله ما عندهم، ما عندهم علاش يحشموا. يعني شوف طلع على الجمعه، يعني الميزانيه كتشغل. شوف الجمعه، شوف الجمعه، عاد الله الجمعه قريه صغيره، شوف كي ولات. وطلع على المعازيز، ماش غنقول لك، لا اله الا الله. شوف دابا الجمعه كي ولات، الناس اللي عندهم النفس، هادو ما عندهم النفس لا على بلادهم لا والو، ما فهمتش هاد الناس علاش. الله يهديهم، هادو نطلبوا الله، الله يهديهم. شكرا. اول حاجه السلام عليكم، وكنشكركم وكنشكركم اللي شرفتوا هاد الدائره المهمشه اللي غياب ديال مدة وزمان، وحنا كنعانيو بهذا الشيء هذا. حاليا دابا انكم بقيتكم كتهضروا على النقطه ديال الماء، الماء غياب الدائره الى مده، كاين الدار اللي ما فيها اللي الماء ما كيوصلهاش على مده ديال شهر والزياده، عادي يوصلها الماء. ما هي النطاق ديال حكا راه نجيو غندير لكم الطريق، الطريق هي هذه اللي كتشوف فيها التوفنه ديال الواد، ان راه الحجر والمزرار. هذه الطريق اللي داز على الميزانيه، هذه الطريق اللي دير على الميزانيه بانهم حكا راه صلحوا البلاد، هاد الطريق هي قدامكم. بالنسبه للعضو اللي هنا راه كيترأس الرئيس ديال جماعه المعازيز غياب تام، ما كيحضرش بتاتا. عمرو زاركم هنا في المنطقه؟ ما عمرنا تلاقيت معاه هنايا بتاتا، كنلقاه في القراويه. هنا غياب تام ديال الرئيس، بان الدائره ديال الرئيس بالنسبه باش غتجي دير التوفنه، كانها بغيت تقول لنا الناس اصلاح خصها تجي الطريق. الطريق ولو دير غا زنقه، الطريق من هنا حتى الرئيس بلا ما غطلونا الرمله كامله. تيوعد الناس غير بالكذوب. تيوعدوا ما كاينش شي حاجه بتاتا. هاد الناس باش تقول ولا حول ولا قوة الا بالله. هاد الناس غياب المسؤولين بتاتا في هاد الارض السائله. الرساله ديالكم لمن توجه؟ سيدنا ناصر والله يتاج لا تنوجه للمسؤولين. المسؤولين عامة بان تهميش هذه القريه هذه وتهميش هذه الدائره اللي تراسها انه كرئيس. الاطفال ديالكم كي تيديروا مع هذا المحيط؟ كنشوفوا الاسباب، كنشوفوا وتيعانيوا كيف ما عانوا الناس اللي قبل منا. غياب ما كاينش امل في هذه الارض، لحقاش الناس اللي المسؤولين ما كيديروش الواجب، وكان يزيد ديالو كل رمضان ضيع سنه وما ضيعش هذا وما ضيعش هذا الجيل اللي جاي. كنتمناو الخير لهذه الارض. الرساله توصل كما هي. شكرا جزيلا. شكرا.